أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة بناء كوادر برنامج وعي للتنمية المجتمعية تحت شعار بالوعي مصر بتتغير للأفضل في المحافظات والمراكز المستهدفة من المبادرات الرئاسية حياة كريمة. ويتضمن برنامج بناء قدرات كوادر وعي 12 قضية مجتمعية، ومن أهم القضايا التي يتناولها تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل وحماية النشء من التدخين والمخدرات.